السلام عليكم، حياكم الله متابعينا الكرام، متجهين إلى مكتبة المسجد الحرام وفي توسعة الملك فهد رحمه الله تحديدا لنتعرف عن بعض الخدمات التي تقدمها لزوار وقاصدي بيت الله الحرام. نتابع. على مر التاريخ الإسلامي يعد المسجد الحرام جامعة علمية تحتضن القراء والفقهاء والمحدثين في مجموعة من الحلقات العلمية المنتشرة في أروقة المسجد الحرام وجنباته، وقد كان للكتاب حضورا ملموسا، وتطور هذا الحضور للكتاب والمكتبة عبر تسلسل زمني تاريخي. وفي عام 160 للهجرة كانت نواة مكتبة الحرم المكي الشريف، حيث أمر الخليفة العباسي محمد المهدي بإنشاء قبة في المسجد الحرام تحفظ فيها المصاحف والكتب العلمية التي تخص المسجد الحرام، وسميت المكتبة باسمها مكتبة الحرم المكي الشريف في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في عام 1375 للهجرة. وكيل مكتبة المسجد الحرام الأستاذ عمر المحمادي، حياك الله. الله يحييكم. في مكتبة المسجد الحرام إحدى مكتبات تابعة لرئاسة الحرمين الشريفين. حدثنا عن أقسام مكتبة المسجد الحرام. طبعا مكتبة المسجد الحرام تتكون من عدة أقسام، ومنها قسم الخدمة المكتبية، حيث يقوم موظفين هذا القسم بخدمة رواد مكتبة المسجد الحرام من طلاب وباحثين، بتزويدهم والرد على استفساراتهم وتزويدهم بما يحتاجونه للوصول إلى المعلومة بأسهل الطرق. كان قسم الدوريات يحتوي قسم الدوريات على مجموعة محدودة من المجلات المحكمة وبعض المجلات التي تتفق مع توجهات المكتبة وموقعها داخل المسجد الحرام. الاطلاع تحتوي قاعة الاطلاع على 30,000 مجلد وما يقارب 5,600 عنوان باللغة العربية في العلوم الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتراجم والمعارف العامة، كما تشمل على كتب بلغات غير عربية على شكل مجموعات متخصصة في كتب الشريعة الإسلامية. وتحتوي مكتبة المسجد الحرام على بعض المخطوطات والمصاحف. أستاذ عمر، لو تحدثنا عن هذه المخطوطات. طبعا هذا النسخة من مصورة من المصحف العثماني الأصل، كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أهدي للمكتبة من الإدارة الدينية المسلمي آسيا الوسطى عام 1411، وهو لو لاحظنا أن الكتابة غير منقطة وغير مشكولة. تحتوي مكتبة المسجد الحرام على عدة أقسام، ومن الأقسام القسم الإلكتروني. أستاذ عمر، حدثنا. المكتبة الإلكترونية، حيث تحتوي هذه المكتبة على آلاف الكتب، ما يقارب 75,000 كتاب داخل هذه الأجهزة، يقوم الباحث أو طالب العلم باستخراجها بنفسه. وهنا مثلا هذا الجهاز الذي يخدم ذوي الاحتياجات، حيث يقوم بتكبير النص وتصغيره حتى يسهل عليه القراءة والاستفادة من المجلدات الموجودة. ومن الخدمات التي وفرتها رئاسة شؤون الحرمين، توفر المواد المطلوبة والمقروءة والمسجلة على الحاسب الآلي، كما أيضا نسخ المطلوب من الكتب الإلكترونية عبر هذا الجهاز بنسخ CD أو DVD، ويتم ذلك بالمجان. وسعيا من الرئاسة العامة لتعليم الدين الصحيح، فقد وفرت الكتب بعدة لغات، كهنا باللغة الأردية وأيضا اللغة الأندونيسية والهندية وغيرها العديد من اللغات المختلفة للكتب الدينية. مكتبة المسجد الحرام قسم العلاقات العامة، حيث يقوم هذا القسم باستقبال الوفود طلابية وغيرها الذين يحرصون عند حضورهم إلى المسجد الحرام زيارة مكتبة المسجد الحرام. وردتنا بعض الأسئلة عن أوقات عمل مكتبة المسجد الحرام. بعد توجيه معالي الرئيس العام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بأن تكون مكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة ويومي الخميس والسبت الخاص للنساء من الساعة 4 عصرا
وحتى الساعة 8 بعد صلاة العشاء. وهنا كما تشاهدون بعض الحلقات والدروس العلمية التي تحتضن طلبة العلم. متابعينا الكرام، وقد تعرفنا على بعض الخدمات التي تقدمها مكتبة المسجد الحرام. إلى هنا ونصل إلى ختام هذه التغطية. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.